اهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا تويوتا هيليكس كات كات، راح نبدلو لها لاتريس هذه فازدا. عندك بولون هنا وبولون هنا، دوك نحلهم ونعاود نكملوك. بعد ما نحيناها عندك سلك ليبس، هذا تنحيه بمسمار، طلعوا الفوق هكذا وتنحي تاع الفلاكسة، هذه هي الأولى. ومن بعد نحو هذا لا ديزناف تاع الفولا، والفولا لازم تجي قد قد، ما تكون مع دايرة، تكون من بعد ما نحيناها على الفولا قد. ومن بعد قلنا هنا هنا ومن تحت هنا، بعد ما نحينا نحو كوفر هاك ها، وتبقى لنا الفيشة هذي فيشة صف، هذا مزوج حوايج نحي هذي هكا، نحي فيشة الصفرة هذي وهذي، وزيد كوفر هاك. وكيجي عندها سيركس وسيركس هذه هي لاتريس، ها هو نجيبو لاتريس هذي بعد تشوفوها في ريفيو، راه كلش كيف كيف قد قد. هاي ومن بعد عندنا هذي فيشة نركبوها ونزيدو لها فيشة تاع البلاطو لهنا، ثبت عليه مليح كذا راح تركب البول. وبعد نحي هذا المسمار تاعها تاك تعوق، نركبو احنا كلش هكا. وبعد نركبو البول، احنا نثبتو البول قد قد، ومن بعد نحولها المسمار تاعها هذا القيد تاعها. بعد ما درنا البول قد قد نركبو لها البولون تاعها ديزنا. بعد ما ركبنا لها سنان البولون ركبوا الايرباك تاعها، نبداو بالفيشه الاولى هذه ومن بعد نبداو الدوزيام هذه. وكاينه غلطه هكذا يديروها، كي ركب الفيشه يولي ينسى سبيك هذه الصفره هذه، تبقى له الايرباك شاعله، لازم يلض عليها هكذا باه ترجع بلاصتها. ومن بعد نركبوها هكذا تاعها طول ونسيروا لها البالون تاعها اللي قلنا. دوكا بعد ما كملنا الخدمة كلش نسيوها، هاي هكا طاطة على الرباط بلاصتها كاينة. هذه هي طريقة كيفاه نركبو لاتريس تويوتا هيليكس. أي دمتم في رعاية الله وحفظه، وأي معلومة تحتاجوها أنتم ولا اكتبوها في التعليقات، بربي إن شاء الله نقدر نوفرها. كان معكم كهرباء السيارة تسامو أوزو، ولاية المسيلة، البلد الجزائر. إذا دمتم في رعاية الله وحفظه.